معرفة عمر طائر الدرة المطوقة بجميع أنواعها. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بالجميع. من المهم جدا أن تعرف سن الطائر الدرة المطوقة أيا كان نوعه، يعني سواء كان درة أمريكي أو درة لاتيني أيا كان نوعه، من المهم جدا أن أنت تعرف سن الطائر، يعني حتى لا يخدعك البائع. لازم تعرف سن الطائر، هل هو فرخ صغير أم أنه طائر كبير، وكيف تستطيع أن تتعرف على هذه العلامات. الأمر بسيط جدا، لكن قبل ما نبدأ انزل تحت اعمل إعجاب واعمل اشتراك، لأن هذا يساعد في نشر الفيديو. احنا عندنا الطائر الصغير والفروخ الصغيرة بتتشابه مع الأنثى الكبيرة، عشان محدش يضحك عليك لازم تعرف الفرق بين الفرخ الصغير وبين الأنثى البالغة. فأول حاجة وأول علامة العين. العين بنلاحظ ان العين بالنسبة للفرخ الصغير بتبقى مفيش فيها حدقة، حدقه كده لفه حوالين، زي ما احنا شايفين كده دلوقتي في الصوره. الفرخ الصغير ما بيبقاش فيه حدقه، بياض كده لافف حوالين العين. بالنسبه للكبير بنلاحظ الفرق قدامنا واضح اهوت، ان الكبير الحدقه بتكون لفه حوالين العين، ودي علامه ان دوت فرخ صغير ليس له حدقه حوالين العين. وكل ما يكبر الطائر كل ما الحدقه دي تبدا تظهر بوضوح جدا، حمار وبياض حوالين حوالين السمار. العلامة التانية نشوف المنقار. منقار الطائر الصغير بيكون باهت، بيكون أحمر بس أحمر خافت أو أورانج، يعني ما بيكونش أحمر قوي. كمان إن إحنا بنشوف المنقار من تحت، المنقار من أسفل، بنلاحظ إن منقار الطائر الصغير بيكون فاتح من تحت، فاتح المنقار الأسفل بيكون فاتح، بينما المنقار الأنثى البالغة أو الشبابات يعني اللي هم بقى 4 شهور بنلاحظ إن هم بيكون بدأ السمار، بدأ يسمر وبيزداد سمار كل ما الطائر يبلغ أكثر فأكثر. ده سنة عمر سنة، برضك الطوق لسه مش واضح قوي، ده سنة ونص نشوف الطوق إيه كده بدأ إيه يتحدد شوية، سنة وثمانية أشهر نشوف إيه بقى؟ نلاقي فيه ريشة واحدة بس طلعت، ريشة حمراء زي ما إحنا شايفين أهو، يعني هنوضح الصورة أقرب شوية. يعني بنلاحظ ان اول ظهور الطوق ريشه حمراء تطلع في عنق الطائر من فوق. لو تاملت شويه عشان اوضحها، شايفين كده هنا 2 و5 اشهر. طبعا الطوق بيطلع بسرعه بقى، شوف بقى ايه اللي حصل، بسرعه تطور بسرعه اهو. شوف شوف الطوق بقى واضح بقى، ده الشمس هنا بقى 2 و5 اشهر واسبوعين، نلاحظ ان الطوق واضح خالص اهو برضه خلاص، يعني بقى واضح ضيق الشمس من بعيد، حتى كده تبص له تعرف ان دوت ذكر. وده شكل الطوق بعد 3 سنوات. بيكون الطوق طبعا يعني مكتمل بكل المعايير وبكل المواصفات. طبعا بيكون الشكل الجمالي والنضوج زي ما احنا شايفين كده. لا تنسى الضغط بالإعجاب وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله.